بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، احمد الله سبحانه وتعالى جمعنا بكم في هذا المكان، واسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه. I thank Allah subhanahu wa ta'ala that gathered us in this place, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to gather us in Jannah just like this. أولا أخوانا، يعني والله هذا يعني قبولكم الآن في الجامعة وقدومكم إلى المدينة ومكة وهذا البلد، ترى هذا من أكبر النعم. You being accepted in the Jama'a and coming to this country is one of the greatest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. نعم، فهذه النعمة تحتاج إلى شكر. And this نعمة، this blessing requires شكر. كيف تشكره؟ How do you thank Allah subhanahu wa ta'ala؟ ها، كيف؟ نعمة أو لا؟ Is this a blessing or not؟ Yes. طيب كيف نشكره؟ ها؟ How are you going to thank Allah؟ كيف؟ بالطاعة. نعم. عبادة. الدعاء. دعاء. باللسان. كيف باللسان؟ ها، احمد الله. نعم. طلب العلم. نعم، لا يوجد عبادة افضل من طلب العلم. There is no worship better than seeking knowledge. طبعا بعد الفرائض. After all the obligations. نعم. فانت الان تشكر هذه النعمة لانك جئت اصلا طالب علم، ما تأتي عامل. انت جئت هنا للعمل. You came here to seek knowledge. You didn't come here to work. ها؟ أو للعب؟ To play. أو للتسوق؟ Advertisement. يعني shopping. Shopping. Yes. فهو الآن أنت جئت الآن هنا لغاية وهي طلب العلم. You came here for a purpose, and that is to seek knowledge. ثم الآن هم جاءوا من بريطانيا. نعم. تمام. كم عدد السكان في بريطانيا؟ How many people live in UK؟ 70 مليون. 70 مليون. تمام، تقريبا. Average 70 مليون. مفهوم؟ أنت الآن شخص واحد هنا أخذت فرصة عن 70 مليون، أنت وحدك. You took the place from 70 million. صح ولا؟ Each one of you. صحيح ولا؟ يعني الجامعة الإسلامية الآن أعطت، أتكلم ممنوع كلام، أعطتك فرصة عن 70 مليون أنت الآن. So صح؟ you present 70 million people. Jama give you a place out of 70 million people. صح ولا؟ صح. فأنت حرمت 70 مليون من هذا المقعد اللي أخذته. You prevented 70 million people from taking that spot. صح ولا؟ ما أشرب. إذا أنت لست أهل لهذا المكان، لماذا جئت؟ If you do not deserve this position, then why did you come here? مفهوم؟ مستد. فإذا رأك إنسان، ممكن يراك إنسان في الملعب مثلا. If someone sees you in a playground. أو في عند البحر. Or in the sea, by the sea. يقول لك من أين أنت؟ He says, where are you from? تقول من بريطانيا. I'm from UK. ليش جيت السعودية؟ Why did you come to Saudi? إيش تقول؟ What do you say? طالب في الجامعة الإسلامية. I'm a student in the university. قال سبحان الله أنا أراك في السوق. He says, سبحان الله I'm seeing you in the market running around. عندكم سوق أحسن من سوقنا، والله صدق. You have better markets in UK shopping centers than here. فأنت الآن في نعمة عظيمة، لابد تستغل هذه النعمة. You are in a great opportunity, and then therefore you need to utilize this opportunity Allah has given you. اسأل الطلاب اللي تخرجوا. Ask the people that have graduated. بعضهم يقول أنا ما تنبهت، هكذا غمضت عيني وفتحت عيني 4 سنين انتهت. وقال لي الجامعة الإسلامية خروج نهائي، ما صنعت شيء. Some people graduates they say I did not realize the position I was in until the Jama said خروج نهائي you're leaving. Like it went like blinking of an eye. نعم، يعني لحظة مثل مرت الأربع سنوات يقول مثل لحظة. Like a moment. The whole 4 years was literally like a moment and it passed by. إذا لابد تبدأ من اليوم، تبدأ من الآن. مو تقول حتى غدا، لا، من الآن تبدأ.
جئت للعلم إذا علم. Sheikh said you have to start right now, today, not tomorrow. You came here for the purpose of seeking knowledge. You start now. لأن هذه نعمة. الآن إنك جئت مقابل 70 مليون. You're presenting 70 million people. إذا ما استغليت هذه النعمة كانت نعمة كفرتها والله. This would be like doing kufr to the ni'mah for the blessing that Allah has given you if you do not utilize this ni'mah. طيب تمام. ماذا نصنع؟ What do we do? بالعربي بالإنجليزي مو مشكلة. What are we going to do here now? كيف يعني نطلب العلم؟ How do we seek knowledge? اقرأ الكتاب. Read books. Read books. فين؟ Where? عاشر هم في الحرم. في الحرم تمام. في الحرم. إذا البيت ليس مكان لطلب العلم. So house is not a place to seek knowledge. لو مكان لطلب العلم كان بقيت في بريطانيا هناك أحسن لك. You can seek knowledge in your house and stay, and you can seek knowledge. الصباح شوف يا إخواننا عندنا طلاب في الجامعة في طلاب في الجامعة الإسلامية يعرفون هؤلاء لو تسألهم الصباح في الجامعة. نعم. We have students of knowledge, strong students of knowledge in the morning, they're in the university. مجرد ما تنتهي الجامعة بعد الظهر هو في الحرم إلى بعد العشاء. As soon as he finishes jamia after dhuhr, he goes to haram and stays till after isha. لماذا؟ Why? ما جاء يبقى في السكن. He didn't come to stay in his room. العلم في الحرم والجامعة. الحرم هو الأساس ترى. نعم. Knowledge is either inside the jamia and the classes or in the haram. أنت عندما تطلب العلم في الحرم ما الأجر؟ When you seek knowledge in the haram, what's the reward? من يعرف؟ Who knows? الذي يطلب العلم في المسجد النبوي ما one, له من الأجر؟ The one that seeks knowledge in the haram, what's the أجر? What's the reward? ها نعم. مجاهد. كالمجاهد في سبيل الله. He's like a mujahid that's going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. في الأجر يأخذ أجر مجاهد بلا سلاح ولا خوف ولا شيء وانت مطمئن في الحرم جالس تاخذ اجر مجاهد في سبيل الله. The reward of a mujahid without having any weapons, without having any fear, he just goes out and as the reward of a mujahid. بعد هذا لا تذهب الى الحرم هذه مشكله. Even after this you don't go to the haram, that's a big problem. ايضا تيسر لكم الان العمره. Now umrah is easy for you. تيسر لكم لقاء كبار العلماء. It's easy for you to meet great senior scholars. دراسة عليهم. Study under them. ما جئت يا شيخ هنا للعب. You did not come here to play. أو للبحث عن زوجة. Or to find a wife. أو تجارة. Or to do business. صحيح والله يا شيخ. يعني أنت جئت لغاية يا أخي اشتغل بها الله يعطيك كل شيء. You came here for a purpose, for a goal. Do that and Allah will give you the rest. أما تشتغل بغير هذا هذه نعمة تكفرها. وممكن هذول السبعين مليون يوم القيامة يشكوك عند الله. If you do anything else, you'll be ungrateful to the ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, and even maybe that the people in the UK will complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. But you came here, you didn't do anything. إذا انضبط الوقت عندنا الصباح في الجامعة ومن بعد الظهر يعني من العصر إلى العشاء في الحرم ينضبط وقتك كامل. وإذا انضبط الوقت يمشي البقية تمشي بإذن الله. If you make a proper timetable, stay in the jamia in the morning and after asr you go to the haram, then you properly benefit. نعم. طيب. نختفي بهذا. We'll stop with this. نعم. ها.